والسلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ مزيان، أموركم كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أمان الله. ما تنساوناش الاشتراك في القناة، الله يجزيكم بخير. جبنا لكم خبر زوين، خبر غيفرح المقبلين على الزواج، العزاف اللي باغيين يتزوجوا إن شاء الله. ما عليكم، دابا في هاد الوقيتة ما كاين لا زواج لا والو، خصكم تنتظروا، تسناو شي شوية. اللي كان باغي يتزوج دابا كيوجد الأوراق، لا خصك تسنى، ما دير والو دابا، خلي داكشي هكاك، خلي واحد الوقت. المهم انا كنصحك ما ديروا حتى شي حاجه دابا، خليو من يناير الفوق، وكاينين من الاحسن الى غتخليو من حتى الصيف، حتى الصيف حتى نجيو باش نتبرعوا معكم هذا العام. حنا جايين ما كاين الا العرسات هذا الصيف، وهذا المهم كلشي العزاب ديالنا العازبات غادي يتزوجوا هذا العام، وكاين خص من يناير الفوق. سي اخنوش بشركم قال لك اسيدي كاين الدعم للعزاب للمقبلين على الزواج، اييه غادي يدعمكم. وكاين مازال ما عرفناش كيفاش غادي يدعمكم اخنوش، قال لك اسيدي غادي يدعمكم، بشرى لكم، كلشي الامور غتكون مزيان، ما يبقاش عندنا العزاب في البلاد، كلشي الامور غتقاد، غيولي كلشي مزوج كلشي مقاد، وحنا غنجيو هاد الصيف ان شاء الله ندخلوا للبلاد، ما كاين الا العرسات، غنتبرعوا معكم غنتمتعوا. المهم ندوزوا الصيف غير في العرسات في الهيه الهيه، داكشي اللي كاين. ولكن انا ما فهمتش مازال واش من الطريقه باش غيكون هذا الدعم، هذا كيفاش غيكون السي اخنوش الدعم، واش تكون طريطات، واش تكون شي بركه في خطره شي حاجه هي هذيك باش يتهناو ويرتاحوا في حياتهم، يكون الامور كلشي مقاده، ولا يكون شي حاجه مهم ما فهمنا والو. حيت علاش حنا راه الحكومه ديالنا عارفينهم، كيكونوا الوعود كنتسناو وفي الاخير ما كيكون والو. السي اخنوش راه انت وعدتينا اصلا في الانتخابات، وما لحد الان ما شفناش داكشي اللي باش دعمتينا في الانتخابات. الا شفتوا شي حاجه اخوتي نتوما قولوها لي، انا بالنسبه ليا بعدا راه مازال ما شفت حتى حاجه، مازال ما وصلنا حتى لشي حاجه، راه ندير لكم نفعل لكم انا نترك لكم. المهم راه كان في قبل الانتخابات في الحمله ولا اخر، اخنوش كان غارد قال لنا غارد المغرب سويسرا، غيكون مع شنو غيدير كاع. المهم نتمناو الخير، يمكن هذه هي بشرى الخير ان شاء الله. سي اخنوش غيقاد كل شيء، غيزوج الشباب، مبروك عليكم وصافي. مبروك عليكم التزويجه، مبروك عليكم. المهم غير خليو حتى دوز يناير، وخصنا نحضروا معاكم، الا ما حضرناش معاكم عاوتاني تخليونا حنا ما نحضروش، راه حشومه كاع، خصنا نحضروا معاكم حتى حنايا نشطوا معاكم، نشطحوا معاكم، نديروا اي حاجه، نقولوا معاكم سلام على رسول الله ونزغرتوا ونشطحوا ومالنا. المهم غير الشباب ديالنا ان شاء الله غيفرح وغيتزوج منهم حتى خويا. وجد راسك انت هذا العام ما كاين الا العراسيات. الا العراسيات في البلاد. المهم غتبرع القضيه، ولكن عندكم هاد الدعم عاوتاني، احنا راه عارفين شي طريقه كيتعاملوا بها شي عندنا داك التخرويط، ولا نديروا اللايكت باش نشدوا الدعم عاوتاني في اسبوعين ثلاثه اسابيع. احنا فرتكو الرمانه عاوتاني الطلاق، اصلا عندنا نسبه الطلاق واصله لواحد العدد كبير، غيتزاد عاوتاني هاد الطريقه هادي، ايوا غتولي لواحد الدرجه ما تصورش. ايوا شتي نتوما يدعموكم، حنا راه منين تزوجنا ما دعمونا ما والو، ما شفنا والو، كاينين نتوما من هنا الفوق الا الدعم للشباب تبارك الله. ايوا نتمنى سي اخنوش عاوتاني الدعم شي امور اخرى، دعمنا الكازوا ليسانس وداك، دعمهم نقص الثمن، دعم في السكر في المواد الغذائيه. لا السكر ما سمعتوش شنو قال لك، السكر قال لك حيدوا عليه الدعم باش ينقصوا منه باش ما نمرضوش بالسكر. سبحان الله العظيم، وليتو كتفكروا فينا، الله يجازيكم بخير سي اخنوش وصافي، كتفكروا فينا، بغيتونا نكونوا مزيان وتكون الامور ديالنا هي هذيك وما شاء الله وصافي. كنحييكم على هاد الشيء هذا، كتفكروا في الشعب المغربي ما خصوش يمرض، الامور هي هذيك. ايوا دعموا شويه شي حوايج اخرين، دعموا الشباب باش يخدموا تقاد الامور ديالهم، ما تبقاش البطاله ديك الساعه، هذاك هو الدعم بالصح. ديك الساعه غير نوض راسو يمشي يتزوج غتقاد الامور ديالو، دعموهم يديروا مقاولات، شجعوهم يديروا مشاريع ديالهم باش تكون الامور مقاده، ولا هادشي ما فيهش الدعم، ولا مازال جاياك. المهم انت غير تبقى توعد وصافي، واعد الوعود وصافي، عاوتاني خرجنا بشي شي واحد خرصة تبارك الله عليك وصافي. كنحييك وتبارك الله عليك، وسلم عليا على هذاك اللي قال لك ضربوني بالحجر
الا ما درنا لكمش ما درنا لكمش راه قولوا راه الوعود ديالك راه وصلت كلشي كلشي من قاد الامور هي هذيك ما شاء الله وصافي عاوتاني الشباب ديالنا غتردوه كلشي يتزوج يتقاد هو هذاك كنحييكم اسي اخنوش حفظكم الله ورعاكم العمل العمل زوجنا الشباب زوجوا الشباب والشابات وقدوا كلشي مهم يالي تهلاو فراسكم وتبارك الله عليكم ومبروك عليكم مسبقا تزويجة هالي السلام عليكم حفظكم الله ورعاكم. وتفعيلا للبرنامج الحكومي يتضمن مشروع قانون ألمانيا إجراءات كتوم لإصلاح التعمير والإسكان لفائدة كل الأسر المغربية. فرغم المجهودات التي بذلتها الدولة لم تحقق السياسات العمومية المتبعة بعد دمقراطة ولوج المواطن لسكن الكرامة، إذ أن الفئات المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة باتت تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق. والمفارقة أنه في نفس الوقت لم ينتعش قطاع العقار، بل شهد ركودا طوال السنوات الماضية مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة. وبالنظر إلى هذا الوضع ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، حيث أنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية وهذا سيتنفذ، يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين. ولذلك سرعت الحكومة إلى إعادة النظر في شروط الولوج إلى السكن من خلال إبداع آليات للتدخل تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة. وكيتم حاليا مع السيدة الوزيرة تشاور مع مختلف فاعلين من أجل تحديد معالم سياسية عمومية جديدة كتستند لمقاربة ترابية كفيلة بإحداث نموذج لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج. وبرسم مشروع القانون المالية ديال 23 كتعتزم الحكومة تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج. السكن اليوم عندنا واحد الدعم مبني على لا فيسكاليتي لا كونفونسيون والتابعات للوعاء العقاري، باش يعني عندنا واحد المنهجية واحد المقاربة مبنية على لوفر على العرض، باش نعرضوا السكن. وحددنا الدولة حددات تحدد لا سوبرفيسي والستاندينغ و هذا السيستم تبين انه رغم النتائج الإيجابية اللي جاب خلال 10 سنوات الماضية، ولكن يمكن لنا نديرو حسن. وشنو هو الاختيار؟ هو أننا نتوجه إلى في إطار الدعم المباشر أننا ندعم مباشرة الأسرة، لأن الهدف هو أن الأسرة تأخذ السكن. وحدنا زوج المستويات، واحد تاع 300,000 واحد تاع 600,000، معناه أننا تنوسع القاعدة للاستفادة للطبقة المتوسطة بدعم مباشر عند أول شراء. وهذه معقولة، ما يمكنش نبقاو نكومبونسيو ونسيفونسيونيو لي لوجمون سكوندير، ويدار داكشي فلاكت نوطاريال. لا علاقة له لا بالضريبة ولا بالإثباتات الضريبية ولا بخلص التيفيا ونرجعها له ولا هم يحزنون. المواطن المغربي، الأسرة المغربية، ملي تجي تشري واحد الدار في حدود 300,000، وعلاش حددنا الثمن؟ لأنه اسمح لي الثمن العقار في الدار البيضاء ماشي هو في الف بركان اللي منها انا والشاوي. دونك الثمن لذاك المواطن ملي تيمشي يلقى السكن اللي تيليق به في حدود 300,000، الدوله كتجيب له الدعم نتاعها اللي غادي تحدد في مرسوم. دونك قانون الماليه جبناه فيه الاصلاح نتاع لوكاس اللي غادي يتحمل هذه النفقات. المرسوم راه كتعدو السيده الوزيره وغادي تجيبو في اقرب الايام، وهذا الشيء غادي ينطلق، غادي نضمنوا الفعالية ونضمنوا الاستفادة الحقيقية للأسر، ونمشيو نبدلوا المنهجية من العرض إلى الطلب. يعني غادي نضخوا إعانات فلوس اللي غادي تشجع الطلب المواطنين يشريو، وبطبيعة الحال انديريكتومون تشجع العرض
وتتنعش العقار وتتخلي هذا القطاع يؤدي الدور نتاعو الاقتصادي كاملا في التنمية الاقتصادية.